أكيد أنت غلطان، أكيد غلطانين يا سعادة البيه. حرام عليكم، أنا عمري ما شفت حد منكم، وأنت مش قلت إن الدنيا عتمة؟ طب شفتني إزاي؟ شفت إزاي يا سعادة البيه؟ أنا راجل غلبان، مش ممكن أكون مجرم يا سعادة البيه. مين كان معاك في سرقة البنك؟ ما حدش، لأني ما سرقتوش من أصله. ومخرج السينما، قتلته ليه؟ أنا لا عمري قتلت ولا أعرف أقتل. وممثلة الإعلانات؟ ما أعرفهاش. وأظن هتقول ما قتلتش جواهرجي بتاع مدينة نصر. يا بيه انا اخاف اذبح فرخه. امال ايه اللي حصل بالظبط؟ ما حصلش حاجه من اصله، لان انا مش المجرم اللي بدور عليه. يا سعاده البيه، انا زكي محمد الطيب، محاصر بهيئه النقل العام، طول النهار في شغلي وسط الناس، حتى اسالوا زمايلي، وبعد الشغل بروح على البيت طوالي، لا بزور حد ولا حد بيزورني ولا ليا اصحاب. لا حتى اجازتي بقضيها لوحدي بعيد عن الناس على شط ترعه، والصناره برميها من غير طعم عشان ما يتعلقش فيها سمكة تتعب لي أعصابي وهي طالعة من المية بتعافر الموت. مش أنا الراجل اللي بتدور عليه يا سعادة البيه. مش ممكن أبدا يكون ده الوحش. طب والشهود اللي اتعرفوا عليه يا فندم؟ ممكن يكونوا غلطانين، اتفضل. وممكن كمان يا فندم يكونوا صادقين. بس أنا عندي إحساس كده إن في حاجة غلط. طب والعمل يا فندم؟ كملوا تحقيق معاه، وكملوا تحرياتكم عنه، وافرجوا عن مراته إذا ما سألتش عليها حاجة. حاضر يا فندم. لا يا فندم، كله لسه في التوضيب. يا فندم، الصفحة الأولى؟ لا الصفحة الأولى خلاص يا فندم اتفضلت. حاضر يا فندم. هنزل الخبر في الصفحة الأولى مع تحقيق كامل جوه جورنان. لا يا فندم تحت أمرك. الصفحة الأولى فيها إيه غير الأخبار الرئيسية والمقال بتاعي؟ صورة في برواز لماتش الأهلي والزمالك، حريق مخازن السكة الحديد، سيول النوارية، تعويضات ضحايا العبارة سالم إكسبريس، خبر عن اعتصام المودعين بشركة توظيف أموال. يتغير توظيف الصفحة ويشال كل ده وينزل مكانه صورة المجرم اللي اسمه الوحش، وينزل المقال اللي مكتوب عنه في صفحتين، وتبعت صحف ومصور عشان يغطي الموضوع لحظه بلحظه. حاضر. بالنسبه للتنكيل على المصدر المسؤول في وزاره الداخليه، انه يتم القبض على المتهم المعروف باسم الوحش، والذي يدعى زكي محمد الطيب، ويعمل شوت ابويا شوت ابويا شوت ابويا شوت ابويا شوت ابويا شوت ابويا. القبض على الوحش أخطر مجرمي القرن العشرين.
معقولة؟ زكي هو الوحش؟ ده ولا زمان العجايب؟ دي حاجة تطير المخ ساعة البيت. أنت عارف ده معناه إيه؟ معناه إن حياتنا كانت على كف عفريت. يعني لو كنا قرصنا عليه شوية كان يا رحمن يا رحيم علينا. الحمد لله ربنا سترها معانا. بس اللي هيجنني ليه سكت علينا ده كله؟ ده ابن الأيمة. تلاقيه ما كانش عايز يكشف نفسه. تفتكر هيعدي منها؟ يعدي؟ ده ولا في الأحلام ساعة البيت؟ ده بالقليل هيعدموه 5 6 مرات. طب ومستني إيه يا بني آدم؟ يلا بينا. على فين يا بيه؟ نكمل اللي بدأناه. حرام عليكم يا زلمة يا كفرة. ما كنتش أعرف إن الواد زكي ذوقه حلو في الحريم كده. دي البنت زي لهطة القشطة. هي لهطة قشطة بقى. أبوس إيدك يا بيه، أبوس إيدك. أروح فين أنا وابني؟ بيتي مفتوح لك يا جميل. ندل جبان، كلكم أندال. هقتلك هقتلك. ابعد يا ابني المجنون أنت. ابني ابني ابني. سنة متجوزين، كان بيحبك، كان بيكرهك، قولي لي يا مدام، كان بيعامل ابنه ازاي؟ كان بيضربه، كان بيحبه، قولي لي يا مدام، لما كنتي بتكلميه كان بيرد عليكي ولا كان بيسرق؟ قولي لي يا مدام، كان بيعامل ابنه ازاي في البيت؟ لا كان بيحب يلبس ايه؟ 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 لا بعدين في الورطه اللي ورطتها لنا دي ورطه ايه؟ مرات اخوك الوقت قربزنا هي وابنها. يا اخي اللي عندك دم يعني ارميها في الشارع هي وابنها؟ لا طبعا، افرضي بقى اخوك يخلوا فيها تأبيده تاخد لنا فيها هي كمان تثبيته. يا روحي ما بعدك روح، شوفي لها تصريفها، حكايه اخوك لسه هتطول. والى داخل السجن انتقلت عدسات البرنامج لنلتقي بالرجل الذي اصبح حديث الناس في كل شارع وفي كل بيت، المتهم الذي يواجه العدالة الآن والذي أطلقت عليه عدة أسماء من بينها الوحش وسبع الليل. تقول لي شعورك إيه دلوقتي بعد ما اتقبض عليك؟ زي ما حضرتك شايفة، زي ما حضرتك شايفة. يمين بالله أنا لا مجرم ولا قتل قتلة زي ما بيقولوا عليا. أنا واحد زي كتير من الغلابة اللي عايشين في البلد. يقولوا لي انا غلطت في ايه؟ انا من يومين بس طلبت نقلي من الخط ده مخصوص عشان خاطر هو. حصل لحضره الناظر؟ حصل. طب ليه يا اخ عبده طلبت تتنقل من الخط اللي كان شغال عليه زكي؟ ليه؟ من غير ليه؟ الله يرحمك يا دكتور عبد الوهاب، لا مؤاخذه في الكلمه ست هانم، انا كان قلبي حاسس بيه قوي، اصل بعيد عنك عينيه دي كانت كلها شر، بيكره كل الناس، بس انا مؤاخذه في الكلمه برضه، ما يخلش عليا الاشكال دي ابدا ولا مسكنته، ده مجرم حويط، اساليني انا، مؤاخذه في الكلمه، الحمد لله، الحمد لله ان ربنا كشف ستره. ايه رايك يا زكي؟ انا غلبان من بيتي لشغلي ومن شغل البيت، وبقولي حيطة داريني. جايز انا غلطان وانا مش داري. لو مش مصدقني بلاش، اسألوا عني كل اللي يعرفوني. وانا من خوفي منه رفعت عليه قضية اخلة. الدجرانه كلهم سابوا البيت وهجوا من عمايله. ده مجرم قتال قتلة، والمصيبة ما كانش يبان عليه كده ابدا، ده كان بلوى مسيح. وانت يا اخ ابو شنب قول لي ايه الحكايه الغريبه اللي بيقولوا انها حصلت لك معاه؟ اولا مساء الخير، واحنا بنشكر التلفزيون يعني انه مهتم بينا يعني واخد باله مننا، والحمد لله استسهير يعني. انا اقول لحضرتك ايه اللي حصل بالظبط.
انا واقف كده لا بيا ولا عليا، وبعدين في بق سجاره ومعيش كبريت، لقيته معدي عليا، قلت له تسمح تولع لي. عارف عمل ايه يا استاذ سوير؟ عمل ايه؟ أم باصص لي بعينيه كده وعينيه بتطق شرار، وقام مركز بعينيه على طرف السيجاره، قامت مولعه من غير كبريت. وغلاوتك عندي يا استاذ سوير. يا فندم انا لا حضرت يوم اجتماع ولا اشتركت في حزب ولا عمري اتكلمت في السياسه ولا بقرا جرايد. طب اهدى اهدى بس. انا حتى ما عنديش بطاقه انتخابيه، والكوره ما بشجعهاش عشان ما حدش يزعل مني. صدقوني انا كملت عدد مش الوحش. انت هتفضل تبرم شنباتك كده وتبص لنا؟ هتجنني يا بنت. البنت دي هتطير برج من نافوخي. اصلها بيضة وحلوه، وده الصنف اللي بحبه. ومستني ايه؟ ما ترحمني وترحم نفسك وتروح تلاغيه. فكرك يعني هيجي منها؟ ده يجي منها في اللي هي فيه ده قوي. واحده نيه ومكسوره الجناح، لا سند ولا راجل يحميها. صح. وما تنساش انك خيال قديم. صح. هتسلك انا على ما انت تسلك امورك معايا. برضه صح، خليتك بعافيه. لا خليلك انت العافيه هتنفعك. صح عفيده. ما تريحي نفسك عليا، وملعونه بالشغل على اصحابه. ولا طيب تخلص انت يا معلم. الله ان شاء الله ما خلص. وده اسمه ايه ده بقى ان شاء الله؟ محبه وشرف، وانت عارفه معزتك عندي قد ايه. يا ابوك تلم تعابينك يا معلم، انا مش لايقالك. ما انت اللي جايبها لنفسك يا بنت الحلال، اللي زيك وفي جمالك وفي حلاوتك ملوش البهدله دي. ده الشهد يتقطع ويتربي تحت رجليك. اللي زي القشطه يا قشطه انت. ايدك قطع ايدك راجل جعر، ما تخشيش. صحيح هو يا راجل يكون عقلك وزك وقال لك ان دي وحدانيه ويجي منها؟ لا وحياه امك، ده انا بيت راجل، ده انا جيت كشك ومالكش دي عندي. اتفخت عليك راجل. الله 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 الله، اتجننت ولا ايه يا بنت؟ اتجننت وحياه امك لو عليك الجنان اللي بكده. ايه رايك في زكي؟ والله انا محتاره مش عارفه اقول لك ايه. يا ريت وشك للكاميرا شويه. اصدق مين ولا مين؟ الجرايد والتلفزيون بيقولوا ان هو الوحش، والناس مصدقه. انا تايهه، زكي هو الوحش؟ طب وانت يا حسام كانت علاقتك ايه بزكي؟ والله انا لله في لله كده، لا كان بيحبني ولا كنت بحبه، يعني ما كناش بنستظرف بعض. كنت حاسس ان هو انسان مش طبيعي. ايه دي مالي عليا عشان اعرف اتكلم معاكي، وكمان الساده المشاهدين شايفينك وعايزين يعرفوا منك الحقيقه. ما انا مش ممكن اصدق ان زكي جوزي يكون الوحش. ده زكي طيب وابن حلال وفي حاله، عمره لا كره حد ولا اذى حد. ليه الناس بتقول عليه كده؟ طب وانت يا حبيبي رايك ايه؟ قول ما تخافش. يا ريت ابويا يكون هو الوحش ويبقى زي روكي فاندام وبوسلي. اسعد الله بتماسي يا عم الكل. مية مسا يا زين الرجال. مساء الفل يا ريس. نورت بيتك ومطرحك يا سبع الليل. كنا نعرف انك انت هتشرف، كنا فرشنا الارض رمل وزرعناها فل وياسمين وبنفسك. محسوبك بقى سيد العطر، كبير نبطشيه السجن. ده قبل تشريفك طبعا. من هنا ورايح الكلمه كلمتك والشوره شورتك، واعتبارا من دلوقتي انت كبير نبطشيه السجن.
أبو الرجال 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 2100 مرحبا شرفتنا يا خال الأشياء معدن هنا والعيشة عالي العال سمعنا عنك كتير وقالوا عليك أمثال قالوا القمر عندنا أنا قلت أبو الرجال أبو الرجال أبو الرجال أبو الرجال 2100 مرحبا شرفتنا يا خال نورت ابو زيد ايه يا عم سيد انا في حلم ولا في علم اللي انت فيه حقيقه مش حلم يا زكي بس انت كمان جيت هنا بالغلط يا عم سيد لا انا ولا انت جينا هنا بالغلط احنا اللي كنا غلطانين من الاول افرد صدرك ارفع مناخيرك لفوق جز على اسنانك اوعى تنسى انك الوحش حتى انت كمان مش مصدقني يا عم سيد اعمل اللي بقولك عليه تأخر يا أبو الرجال أهلا أهلا نورت الدنيا يا أبو الرجال مرحبا يا هون تحية لعم المعلمين مرحبا أبو الرجال أهلا أبو الرجال ولا أحمر نورت يا أبو الرجال أهلا أبو الرجال توشك يا أحمر أبوك وحشني قوي يا رضا وأنا كمان يا ماما أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لنا ده حد يصدق يا ناس حد يصدق زكي الطيب يتعمل فيه كده رضا أبوك طيب يا حبيبي ما لو ما كانش طيب يا ماما ما كانش عامل فيه كده لا يا حبيبي لا بيصير الحقيقة حبان وهنعيش زي ما كنا عايشين وأحسن سيدتي وسادتي يسعدنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور محمد شعلان أستاذ الطب النفسي أهلا بك يا دكتور أهلا بك مدام سوير تفتكر يا دكتور ما هو التفسير العلمي لمثل هذه التصرفات المتناقضة؟ هو أغلب هذه الحالات ممكن تنطبق عليها صورة الانفصال في الوعي اللي هو كان زمان بيسموه الهستيريا الانفصالية ممكن على السطح يبقى شخص طيب ومن كتر الطيبة اللي هي في الواقع طيبة ناتجة عن كبت شديد جدا وخوف شديد جدا لما كان صغير تعرض لخبرات فيها عنف فيها اعتداء ربما فيها خبرات جنسية مؤلمة هذه الخبرات من كتر ما هي مؤلمة بيكبتها ومن كتر الكبت بينمي عكسها على مستوى الوعي ثم من كتر زيادة الكبت بتنمو هذه الشخصية في الظلام لدرجة بيجي وقت تنفجر في لحظات خارج تحكمه تماما وهو ما يبقاش واعي بيها وما يفتكرش اي حاجة عنها وهل تعتقد يا دكتور ان شخصية زكية وهي موضوعنا النهاردة من الممكن ان ينطبق عليها هذا التفسير؟ ممكن وممكن لا والمجتمع يحدد اللي بيحصل ده والله ده حرام والله ده حرام والله حرام والله حرام مصر في العصر العلمي والله حرام ممكن نشتغل